يا ترى ريا وسكينة بطلتين بيقتلوا الإنجليز ولا بيقتلوا الستات عشان يسرقوا ذهبهم؟ في 2015 انفجرت قنبلة إن ريا وسكينة أبطال بيقتلوا عساكر الإنجليز ومش بيقتلوا ستات ويسرقوهم زي ما الناس والدراما المصرية كانت بتقول. قضية ريا وسكينة من أشهر قضايا القرن العشرين، ويعتبروا هم أول ستات يتنفس فيهم حكم الإعدام. بس السيناريست أحمد عاشور كان ليه رأي تاني خالص، ونشر براءة ريا وسكينة بعد 100 سنة والناس شايفاهم سفاحين. هقول لكم بدايتهم كانت إيه وإنتوا اللي هتحكموا بنفسكم، هم سفاحين فعلا ولا أبطال من ثورة 19؟ ريا وسكينة علي همام أصلهم من قرية الكلح مركز إدفو أسوان. ريا مواليد 1875 وسكينة 1885. لما مات أبوهم أمهم أخدتهم هم وأخوهم أبو العلا ورجعت بلدها كفر الزيات، وهناك اتجوزت ريا وهي حامل في أول عيل جوزها مات، وطبعا عادات الفلاحين إن اللي يموت جوزها ومعاها عيال بيجوزوها أخوه على طول. أول ما ولدت جوزوها أخوه اللي هو حسب الله وكان أصغر منها بعشر سنين. حسب الله اشتغل في حلق القطن، ورايا كانت بتشتغل في نصباية الشاي شوية وشوية تبيع خضار، اهو كانوا بيساعدوا بعض عشان الدنيا تمشي. لكن ما كملتش سنة والولد اللي خلفته مات، واللي كان اصلا سبب في جوازهم. والغريب ان رايا وحسب الله كملوا مع بعض وخلفوا خمس عيال، بس ما عاش منهم غير بنت واحدة واللي كانت نهايتهم على ايديها اللي هي بديعة. نيجي بقى لسكينة واللي من يومها كانت مقضيها وكانت متجوزة، وجوزها طلقها بعد سنتين من الجواز وكانت جايبة منه بنت اسمها زينب، والبنت ماتت. وبعدها بدأت سكينة تاخد راحتها على الآخر وكانت بتشرب بطريقة فظيعة، يعني ما كانتش بتبعد عن الخمارات ودايما موجودة هناك، لدرجة ان هي كانت بترهن هدومها علشان تشرب بيهم. واشتغلت في الدعارة، وفي الوقت ده كانت الدعارة مرخصة وليها تصاريح كمان. المهم سكينة راحت لوحدة فتحة بيت دعارة وبقت واحدة من بنات البيت ده. سكينة تعبت ودخلت المستشفى، وهناك اتعرفت على الممرض أحمد رجب، علقته وهربوا مع بعض على اسكندرية واتجوزوا. وهناك سكينة رجعت لعقلها وبعدت عن الدعارة وعاشوا مع بعض والدنيا كانت ماشية كويس. سنة 1912 كانت ريا وجوزها في كفر الزيات، حسب الله سرق وبور القطن اللي كان بيشتغل عليه واتقبض عليه وأخد 6 شهور سجن. بس لما خرج قرر انه هيطور من نفسه وبقى حرامي محلات قد الدنيا هو واخو ريا ابو العيله، وقعد على الحال ده شويه. قامت الحرب العالميه الاولى سنه 1914، ووقتها انتشرت البطاله في مصر، واحمد رجب وسكينه بقوا مش عارفين حتى ياكلوا. وطبعا رجعت سكينه لشغلها في الدعاره تاني، وفي كفر الزيات ريا اخذت 3 شهور سجن لما مسكوا في بيتها حاجات مسروقه واتهموها فيها، وفي الاصل كان حسب الله هو اللي سرقهم. بس لما عرف ان ريا اتقبض عليها هرب وسابها وراح اسكندرية ومعبرهاش خالص. ريا خلصت مدة حبسها وخرجت وسافرت على اسكندرية واتلموا كلهم وعاشوا مع سكينة، وبقت سكينة هي اللي بتصرف عليهم من شغلها في الدعارة شوية. واحمد رجب جوز سكينة سافر عشان يشتغل وغاب سنين الفترة دي سكينة ما قعدتش فاضية، وعرفت واحد اسمه محمد سداد كان راجل مريش وبيصرف عليها كتير، لكن لما شافت عبد العال حبته وسابت محمد سداد. وعاشت سكينة وعبد العال مع بعض، ولكن في نفس الوقت كانت لسه على ذمة أحمد رجب. اتلم عبد العال على حسب الله وعملوا مشروع عمرهم علشان يكسبوا ذهب، وهو فتحوا بيت دعارة. ما هو طبعا اتنين زي دول هيعملوا ايه غير كده؟ وقرروا ان ريا هي اللي هتجيب الستات اللي هيشغلوهم في الدعارة. والحقيقة ريا ما شاء الله عليها استاذة في سحب الستات. الفترة دي كانت صعبة جدا في البلد، الرجالة كان اغلبها مش لاقي شغل يا اما الجزء التاني مسافر، والستات كان جزء كبير منهم كانوا شغالين في الدعارة، وكان دور ريا ان هي تدور عليهم وتخليهم معاها. المشكلة بقى انهم ما كانوش عارفين يعملوا ترخيص للبيت اللي فاتحينه، وده بسبب ان ريا وجوزها كانوا محبوسين قبل كده فكانوا بيفتحوا البيوت دي في السر. بس الحقيقة الموضوع ما كانش بيستخبى كتير وكان بيتعرف،
وبدأوا يتنقلوا في كذا بيت، بس الموضوع كان كل مرة بيتعرف والبيت كل مرة يتقفل. الرجالة حسب الله وعبد العيل وابو العيلة زهقوا وقرروا ان هما لازم يسافروا يشتغلوا، بس واضح ان وشهم كان نحس على ريا وسكينة. بعد ما سافروا ريا وسكينة اشتغلوا وكسبوا كتير جدا، وبقى عندهم بيت كبير في سوق الجمعة، ولما رجالتهم نزلوا اجازة من الشغل لقوا الدنيا زي الفل والفلوس كتير، قرروا انهم يقعدوا وما يسافروش تاني. واحمد رجب طلق سكينة، بس بعد ما عرف ان هي كانت مرافقة عبد العال وهو مسافر، بس ده ما منعهوش ان هو يترجاها ان هي تكمل معاه وانه لسه بيحبها ومسامحها. لكن العجيب ان سكينة هي اللي رفضت وقالت له ان هي بتحب عبد العال ولازم يطلقها، وفعلا اتطلقت واخيرا اتجوزت من عبد العال. في الوقت ده قامت ثورة 1919 ورجع وقف الحيل على الكل، بس بعدها أجروا بيت بقى من بابه وهو بيت الجمال، وقسموا أدواره كلها. الدور الأول عملوه محششة، يعني مكان يشربوا فيه حشيش وخمور والكلام ده، والدور التاني خصصوه للدعارة وعملوا فيه جزء لتقديم الأكل والمشروبات، يعني حاجة كده ولا الفنادق. وكانوا مقسمين الشغل، ريا وسكينة ماسكة الدور بتاع الدعارة، والزكاك ماسك دور المحششة، وحسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق ماسكين الحمايه، وام احمد النص كانت بتعمل الاكل والحلويات شويه. وبسبب الحروب الشغل بدا يقل، وطبعا ريا بتصرف كل اللي بتكسبه على مزاج عبد العال، وسكينه صرفه كل فلوسها في الخمارات. ومن هنا جات لهم فكره انهم يسرقوا البنات اللي شغالين معاهم في الدعاره، لان البنات دي كانوا دايما بياخدوا الفلوس ويشتروا بيها ذهب من باب العياقه، وفي نفس الوقت فلوس متشاله. وبدات ريا وسكينه ينفذوا اول خطه، وكانت الست خضره متجوزه ومخلفه وكانت شغاله في الدعاره بس من ورا اهلها، ولما ريا وسكينه جم يسرقوها كانت هتفضحهم وقرروا يقتلوها. وهنا تبدأ ضحايا ريا وسكينة، وواحدة جرت واحدة جرت واحدة، وبدأت ريا وسكينة يبقى دورهم انهم يجيبوا الستات اللي بيشتغلوا معاهم في الدعارة او الستات اللي حواليهم زي جيرانهم مثلا او معارفهم، ويسحبوهم لأوضة ريا في بيت علي بيه الكبير، ويبدأ شغل الرجالة الاربعة حسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق، واللي كانوا بيشربوا الست اللي بتتسحب خمرة كتير لغاية ما تدوخ، وبعدها يكتفوا ايديها ورجليها، وحسب الله يكتم نفسها بمنديل مبلول لغاية ما تقطع النفس، ويسرقوها ويدفنوها جوه البيت. كل الأهالي كانت بتبلغ عن اختفاء حد من بيتهم، بس كانت ريا وسكينة بيطلعوا إشاعة إنهم هربوا مع رجالة، وأصلاً الفترة دي كان منتشر جداً إن الستات بتهرب، وده بسبب البطالة والحروب وإن رجالتهم دايماً مسافرين، وعشان كده الموضوع كان سهل ومش بيتحقق فيه أصلاً، وكل القضايا كانت بتتحفظ وتضيع سمعة الست مع ضياع حياتها. صاحب بيت الجمال اللي أصلا ريا وسكينة مأجرينه منه جاله خواجة إيطالي وطلب إن هو يشتري البيت كله، وعرض مبلغ كبير جدا بس بشرط إنه يدخله المية والمجاري للبيت. طبعا الحاج صاحب البيت وافق، ما هو الخواجة هيدفع كتير، وفعلا طرد سكينة من البيت وكل اللي معاها، وبدأ في الحفر عشان يعملوا المجاري ويدخلوا المية. وهم بيحفروا لقوا جثث تحت الأرض، وكل ما يحفروا يلاقوا جثة تانية لغاية ما طلعوا ثلاث ستات، ومن هنا بدأ السر يتكشف. راحوا بلغوا اليوسباشي إبراهيم حمدي اللي قدر هو وسليمان عزت يوقعوا عصابة ريا وسكينة كلها، وجه دور بديعة طبعا اللي ما صدقت تعترف على أهلها وتقول كل اللي شافته بالتفصيل، واتحكم عليهم سنة 1921 بالإعدام. نرجع بقى للسيناريست أحمد عاشور اللي فجر قنبلة براءة ريا وسكينة، وقال إنه بيعمل بحث ميداني بقاله 10 سنين عن ريا وسكينة، والسبب إن هو يعمل البحث ده إن في شركة فرنساوي طلبت منه إنه يعمل فيلم عن ريا وسكينة، إنه لازم يقول حاجات جديدة ومش معروفة للناس، وقال في القنوات كلها إنه اكتشف إن ريا وسكينة كانوا شغالين في التنظيم السري لثورة 1919، وإن سعد زغلول والنقراشي باشا كانوا بيطلبوا منهم إنهم يسحبوا العساكر الإنجليز ويقتلوهم، وإنهم قتلوا 115 عسكري وكانوا بيدفلوهم حوالين البيت ومش جوه البيت. هو تقريبا كده حب يقول حاجة جديدة بس وسعت منه شويتين، أصل محدش هيقتل عسكري إنجليزي ويخرج يدفنه قدام البيت ويدفنه قدام الناس اللي رايحة واللي جاية. وكمان قال إن حكاية إن هم بيقتلوا الستات ويسرقوهم دي حكاية متلفقة، وإن البوليس الإنجليزي اتفق مع البوليس المصري إنهم يقولوا كده عشان يعدموهم،
يعني هو البوليس الانجليزي كان مستني حجة يقتلهم بيها؟ ده اصلا بمجرد ما حد بيأذي عسكري انجليزي كان بيشوف سواد عمره ما شافه، وكان بيتقتل وبدون اي مراجعة. ومن ضمن الشائعات اللي طلعت ان بديعة بنت ريا بعد ما اهلها اتعدموا اتحطت في ملجأ، وان الملجأ ولع بكل اللي فيه واتفحم، موظفين، عيال، ورق، وما بقاش فيه أثر لأي حاجة، برغم أن أساساً بديعة ماتت بالسل وهي في ملجأ سنة 1925، وكل الوثائق أكدت الكلام ده. عايزاكم انتوا بقى اللي تحكموا، ريا وسكينة كانوا أبطال فعلاً وبيضحوا عشان مصر، ولا فعلاً كانوا بيقتلوا الستات ويسرقوا ذهبهم؟